يقول المثل الشعبي: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ربما تحول هذا المثل لقاعدة نتعامل بها في حياتنا اليومية، فمهما قرأنا أو حصلنا عن معلومات عن شيء معين، لا نثق إلا في شخص جرب بنفسه ومنحنا تجربته. هذه بالضبط هي الفكرة التي تقوم عليها مجموعة Word Through My Eyes الخاصة بتجارب الشخصية للرحلات حول العالم، ومن خلالها يقدم المشاركون نصائح وتقييمات للمناطق، المطاعم، أماكن الإقامة، التنقل والأماكن التي تستحق الزيارة. هذه المجموعة تضم فقط تجارب شخصية. مؤسس هذه المجموعة هو موسى بشير، فلسطيني الجنسية يعيش في الولايات المتحدة. موسى معنا الآن عبر سكايب ليعرفنا أكثر عن مجموعته على فيسبوك. مساء الخير موسى. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لاهتمامكم ولاهتمام قناة الغد بمجموعتنا. نحن أكثر سعادة بوجودك معنا لتعرفنا عن هذه المجموعة الشيقة، فأخبرنا كيف كانت البداية ومن أين جاءتك الفكرة؟ الحقيقة بآخر 2015 انتقلت للعمل بالولايات المتحدة، وانتقلت أنا ومرتي طبعا، وبما أنه كنا عارفين رح نزور كثير أماكن فحبينا نشارك الناس بمعلومات عن هاي الأماكن حتى يكون معلومات أكثر، وقررنا أنه ما يكونش الإشي مجرد للأصدقاء اللي عندنا على الفيسبوك، أنه نفيد الكل، فقررنا نعمل مجموعة وطورنا الفكرة بسرعة أنه كل إنسان بيقدر يشاركنا بتجربته من السفر وين راح وشو بيعرف، مع صور مع معلومات، وتفاجأنا قديش المجموعة نجحت بسرعة وتطورت وكبرت، وصار لنا اليوم 172 ألف مشارك، في عنا كثير معلومات عن كثير أماكن بالعالم. رائع جدا موسى، هل طبيعة عملك لها أي علاقة أو اتصال يعني بالسياحة والسفر أم لا؟ لا ابدا، انا شغلي مهندس برمجيات سوفت وير انجينير، وانتقلت للعمل بالولايات المتحده ببنك دويتشي بانك بقسم الاي تي، لكن انتقالنا لهون مع معرفتي انه فيش محتوى عربي كثير بالنسبه للسياحه على الانترنت شجعنا نقوم بهي المبادره انا ومرتي، واشتغلنا على الموضوع والحمد لله الاشي نجح كثير. رائع جدا. انت قلت ان لديك اكثر من 170 الف صحيح مشارك؟ 172 ألف اليوم صحيح. طيب هل هناك شروط للمشاركة أم أنها مفتوحة للجميع؟ وما هي شروطكم؟ لا، هي مفتوحة للجميع أكيد، وعندنا كثير ناس من كل دول العالم ومن الدول العربية أكيد. معظم المشاركات هي باللغة العربية، لكن في مشاركات تمت باللغة الإنجليزية برضو. الشرط الوحيد اللي بنطلبه إنه أي عضو بالمجموعة يحترم الأعضاء الآخرين، ما يتهجمش عليهم أو يحكي معهم بصورة غير لائقة، واي شخص بحب يشاركنا بتجربته احنا بنشجعه ويعطينا معلومات مفيده وصور اذا في مجال حتى الكل يستفيد من هاي الاشياء. المجموعه اكيد مفتوحه للكل، وعندنا اعضاء من كل العالم عرب وغير عرب، واحنا بنطمح ان شاء الله نستمر بالنجاح هذا. Word through my eyes يعني فكرة رائعة جدا، الكل يشارك تجاربه الشخصية مع الرحلات والسفر. هذا الموضوع يعني أكيد يغري كثير من الشركات مثلا لعمل دعايات من خلال هذه المجموعة، فكيف تتعامل مع هذا الأمر؟ أكيد صحيح، يعني إحنا ما فتحنا المجموعة بشكل تجاري، وكثير كانوا محاولات من شركات وحتى من أفراد، يعني كل شخص بده ينشر صورة أو أعطوني إعجاب على صورة بمسابقة أو أشياء عن الشكل، لكن الفيسبوك بيعطينا كمشرفين على المجموعة أدوات حتى نمنع هاي الأشياء ونراقبها ونعطي موافقة مسبقة على أي منشور قبل ما ينزل على المجموعة، وأي شخص مثلا إذا قرر يتمادى ويستعمل المجموعة بشكل غير لائق فممكن حتى حذفه من المجموعة. فلكبر المجموعة طبعا ضفت أعضاء من المجموعة كمشرفين، واليوم في معي ثمان مشرفين بيساعدوني على إدارة المجموعة، يعطيهم كل العافية، بقوموا بعمل كثير كبير. الناس نفس الأعضاء، يعني الناس كان عندها نوع من إنه الفيسبوك هو مفتوح فيش له آداب معين كيف أستعمله، لكن مع الوقت أعضاء المجموعة الحمد لله بيعرفوا إن المجموعة إلى مستوى معين في إلى طريقة وآداب كيف الواحد يستعملها، وما عندنا أي مشاكل الحمد لله. المجموعة كثير مليحة والناس طيب كثير مبسوطين. الحمد لله. موسى أنت بدأت المجموعة لتشارك الآخرين تجربتك مع السفر، بعدين موضوع كبر وأصبح الآخرون أيضا يشاركونك تجاربهم، فما هو أكثر شيء تعلمته من هذه المشاركات أو التجارب؟ أكثر معلومة لم تكن تعرفها أو لم تكن تتوقعها؟ يعني أنا تعلمت كثير أشياء من المجموعة،
طبعا تعلمت كثير معلومات عن السفر واماكن بالسفر، لكن اكثر تعلمت عن الناس والتعامل مع الناس، وعن خلينا نقول اداره مجموعه بشكل كبير، عن استعمال الفيسبوك واستعمال الواتساب. عن طريق هذول الجهازين انا بقدر انا يعني ادير مجموعه فيها 72 الف واحد، فعالي جدا. وطبعا معلومات عن السفر، تعرفنا على كثير اماكن، كان باوروبا، كان باسيا، بافريقيا، بامريكا. وطبعا برضو من تجاربنا فدنا الناس كثير. انا اكثر شيء عجبني يعني من ناحيه اماكن سفر، لا شك ان النرويج وتايلاند حلوه، وبرضو تنزانيا بافريقيا كثير عجبتنا. وبرضو من ناحيه التعامل مع الناس يعني بدا نوع من الارشاد حتى يتعاونوا معك. الإشي بده صبر، الناس هي طباع، ولازم نصبر على الناس ونتعامل معها بهدوء. حلو حلو كثير. طيب يا موسى، بعد هذا النجاح لهذه المجموعة، لماذا لم تفكر أن تستغلها لتجني المال؟ أنت تقول أنك وضعت آليات يعني أو تستخدم آليات الفيسبوك لمنع دخول مثلا أي شركات أو إعلانات، لماذا؟ الحقيقة بالفترة الأخيرة بعد ما كبرت المجموعة، صار من الأعضاء طلب إنه نسمح بإعلانات بالمجموعة حتى يستفيدوا. بالفترة الأخيرة سمحنا بعدة إعلانات محدودة، وفعلا عدة شرك سياحة أعلنوا عنها. حتى اليوم نزل إعلان جديد لمهرجانات ليالي طابة، مرتفعات طابة، في غد حفلات موسيقية برضو. سمحنا بعدة إعلانات بالفترة الأخيرة، كان في تجاوب، وعم نبحث حاليا نشوف كيف ممكن نعمل تعاون ممكن مع شرك موجودة، بحيث انه الاعضاء المجموعه كمجموعه كامله كبيره انه يحصلوا على افضليه، ممكن على تخفيض. الموضوع قيد الدراسه، انا بطبيعه شغلي انه عندي الحمد لله بشتغل مجال الهاي تك، مش انه بحاجه لاخرى دخل، لكن لانه في طلب من الناس عم نفكر باشياء جديده، ورح نشوف شو ممكن نساوي. طيب، ألا تفكر في يوم من الأيام أن تترك مجال عملك الأساسي وتكون متخصص فقط في السوشيال ميديا وجروب Word Through My Eyes؟ أكيد فكرت بالموضوع، لكن يعني خلينا مش مستعجل، ممكن لقدام. موسى بشير، أنا سعيدة بوجودك معنا ولأنك عرفنا أكثر على صفحة أو مجموعة Word Through My Eyes. كل التوفيق لموسى، شكراً.